أنا طالب في المدرسة وأخاف من الرسوب، فهل النذر يساعدني على النجاح؟ أنا طالب في المدرسة، نعم، وأخاف من الرسوب، فهل النذر يساعدني على النجاح؟ وأرجو منكم الدعاء لي بالنجاح. لا، ما يساعدك على النجاح ولا تنذر، لكن ادعو الله، عليك بالدعاء وعليك بالمذاكرة، واستعن بالله والله يعينك. أما النذر لا تنذر. نعم.